بعد 3 أسابيع من ثورانه، لا يزال بركان كامبري فيخا في جزيرة لا بالما الإسبانية ينفث حممه التي اجتاحت المنطقة الصناعية دون أي علامات على خموده. وقال المعهد الإسباني للجيولوجيا والتعدين إن كتل الحمم المنصهرة المتدفقة على جانب البركان كانت بحجم مبنى من 3 طوابق، بينما سجلت سلسلة من الهزات الأرضية أمس الأحد بلغت 21 هزة، كان أكبرها في بعض القرى منها قرية إلباسو. ونشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة من جزيرة لا بالما الإسبانية لبركان كامبري فيخا في جزيرة لا بالما ينفث حممه.